ادخل. نعم يا أمين، عايز إيه؟ برتاح شوية، في إيه؟ معلش أمك، كنت عاوز حضرتك في موضوع دقيقتين بس. يتأجر عشان أنا تعبانة وعايز أرتاح. معلش أمك، دقيقتين بس. نعم، أنهي موضوع؟ كنت عاوز أتكلم معاكي في موضوع ورد. وأنت مالك من موضوع ورد؟ المواد دي بنت غلبانة وملهاش حد، يعني لو طلعتيها هتموت، هتعيش منين وفين بس؟ يا أمين، وردة دي بنت قليلة الأدب. ليه بس يا ماما؟ كل ده عشان حبت واحد وقامت له، يعني هو اللي طلع نجل. ما ينفعش تحبها يا أمين، افهم، ما ينفعش، دي حبت راجل تاني وسلمت له نفسها، فهمني؟ طب وغلاوتي عندك؟ وغلاوتي عندك وحياتي عندك يا ماما، بلاش موضوع الطرد ده وما تفضحهاش دلوقتي لغايه بس ما نلاقي حل لمشكلتها. امين، مالكش دعوه خالص بالموضوع ده، فاهم ولا لا؟ وبعدين على فكره بقى، انا بلغت اسمها تاني وهي اللي قالت انها تطرد. ليه كده يا ماما؟ يعني هي لو واحده تانيه غير وردة كنت عملت معاها كده؟ انت عشان عارفه ان انا بحبها عشان كده قاسي بعديها عن طريقي وخلاص. لو اي واحده تانيه غير ورد ما كانتش عملت العمله السودة دي، دي بنت فجره. لا يا ماما، ورد مش فجره. اتجننتي يا امين؟ طب امشي بقى من قدامي، يلا امشي ساعدي بقى. ماما، الواد اللي في بطن ورد ده يبقى يا ماما ورد حامل دينا. انت كذاب. لا مش كذاب. لا كذاب. لا يا ماما مش كذاب، ورد حامل مني وما كانتش عايزه تقول لك عشان خايفه عليا منك، وكانت عامله نفسها مش تقولها عشان ما تعرفيش، بس خلاص المهم لما مشيتي ورد انا همشي معاها عشان انا ابو الواد اللي في بطن ورد. انت جننت؟ ما تقولش كده. لا يا ماما هي دي الحقيقه. امشي طلع بره. امشي طلع بره. يا ماما ما تمشيش ورد يا ماما. امشي صوتك. امشي طلع بره. ما تقولش كده خالص. بره. امشي. امشي بره. امشي طلع بره. ماما 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 رد عليا يا ماما، رد عليا. الحقوني الحقوني الحقوني. بص يا صاحبي، انا جوه خليك جنبي. خش هنا خش هنا يا عم.